الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الإخوان، كلمتنا في هذه الدقائق عن موضوع مهم، وهو عن فتنة الشبهات والشهوات وخطورتهما على المسلم. هاتان الفتنتان عظيمتان، وهما أصل كل بلية على المسلم. أما الشبهات فهي جمع شبهة، وهي التباس الحق بالباطل. الشبهات جمع شبهة وهي التباس الحق بالباطل. يقول ابن القيم رحمه الله: هي وارد يرد على القلب يمنعه من رؤية الحق، وارد يرد على القلب يمنعه من رؤية الحق. وسبب فتنة الشبهات هي ضعف العلم وقلة البصيرة، ضعف البصيرة وقلة العلم، هذا هو سبب الشبهات. أما الشهوات فهي جمع شهوة، وهي تقديم الهوى على طاعة الله جل وعلا، تقديم حظ النفس، تقديم الهوى على طاعة الله جل وعلا. وسببها قلة الصبر، قلة الصبر على طاعة الله جل وعلا، قلة الصبر عن معاصي الله جل وعلا، هذا هو سبب الشهوات. فبضعف اليقين وضعف العلم وقلة البصيرة تأتي الشبهات عياذا بالله جل وعلا، وبضعف الصبر عن الشهوات، بضعف الصبر على طاعة الله جل وعلا وضعف الصبر عن معصية الله تأتي الشهوات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وللباطل جيشان، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل. على المسلم جيشان عظيمان، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل. يقول الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا حاربوا الشهوات وابتعدوا عنها، وكانوا بآياتنا يوقنون، حاربوا الشبهات التي تأتي على القلوب. وقد سمى الله جل وعلا الشهوات والشبهات بالمرض، وصفها الله سبحانه وتعالى بالمرض. يقول الله جل وعلا عن الشهوات: فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض ماذا؟ مرض الشهوة عياذا بالله جل وعلا. وقال عن الشبهات: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه فتنة الشبهات. يقول الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. وصف الله جل وعلا الشبهات والشهوات بالأمراض، لأنها أمراض وأدواء. يقول أهل العلم: خير الناس من لم تفسد الشهوة دينه ولم تزل الشبهة يقينه، فيكون ثابتا على الحق، ثابتا عن المعاصي. والشهوات إنما يحاربها الإنسان ويبتعد عنها بأمور، منها الصبر، تعلم الصبر عن معاصي الله جل وعلا، فيصبر على طاعة الله جل وعلا، يصبر على الصلاة، يصبر على الصيام، يصبر على المسجد، يصبر على مخالفة هواه. الأمر الآخر عدم التعرض للشهوات، بمعنى أن الإنسان إذا تعرض للشهوة فهو ضعيف، إذا دائما هذا الجوال وهذا الجهاز وهذه الشاشة مليئة بالأغاني، مليئة بالأفلام، مليئة بالمغريات، فالإنسان ضعيف، سيرى وسيسمع، سيرى الحرام ويسمع الحرام ويتكلم بالحرام. ما هو الحل؟ ابتعد عنها، لا تشترك في قنوات تأتي لك بالشر، ابتعد عنه. يعني من أمن على نفسه الفتنة وقع فيها عياذا بالله جل وعلا، من أمن على نفسه الفتنة وقع فيها. من أعظم ذلك الدعاء، دعاء الله جل وعلا أن يحفظ على الإنسان دينه وأن يحفظ على الإنسان حسناته أن تذهب. وأما الشبهات فتدافع بالعلم، تدافع بالعلم والتعلم، العلم الشرعي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: يتعلم الإنسان كيف يعبد الله جل وعلا، يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، يتعلم ما لله جل وعلا من الحق عليه. فإذا تعلم زالت الشبهة. الشبهة من أين تأتي؟ تأتي من فساد القلب بقلة العلم، فكلما ازداد العلم ضعفت الشبهات. كذلك عدم مجالسة أهل الأهواء وأهل الشبهات. اليوم القنوات
واليوتيوب وجميع وسائل التواصل مليئة بالشبهات، شبهات الدين، يدعون إلى النصرانية، يدعون إلى الإلحاد، يدعون إلى العلمانية، شبهات التي تدعو إلى ترك الواجبات العملية، من ترك الصلاة، من ترك الصيام، من يشككونك في وجوب الصلاة، يشككونك في أنواع من الزكوات، في الصيام، يشككون في كل أمور الدين. أصبح الناس يتلقون تعاليمهم التربوية، بعض الناس يتلقى تعليمه التربوي من النصارى. من أين يأمن على نفسه الفتنة أيها الإخوان؟ محمد بن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين إمام من أئمة السلف، حضر له رجلان من أهل الأهواء فقالوا اسمع منا حديثا واحدا، فقال لا. قالوا اسمع منا آية، قال ولا أسمع منكم ولا آية، إما أن تقوم أو أقوم. فقام من عنده، فقال له أحد أصحابه يا أبا بكر ما ضرك لو سمعت آية من كتاب الله جل وعلا؟ قال لا، أخشى أن يحرف فيها فيقع ذلك في قلبي. اليوم تسمع كثير في وسائل التواصل، كل يتكلم، يفتح هذه الشاشة ويتكلم، ويخوضون في دين الله وهم ليسوا من أهل العلم، وليسوا من أهل الفكر، وليسوا من أهل الثقافة، والناس يسمعون. ما يؤمنك أن تقع الفتنة في قلبك أو قلب أحد أولادك أو قلب من يسمعها معك؟ إذن الخوف من الوقوع في الفتن هذا من أعظم أسباب الفرار منها. من ذلك كثرة الاستعاذة بالله جل وعلا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله. فالاستعاذة بالله جل وعلا من شر كل ذي شر سبب من أسباب الحفظ، ومن استعاذ بالله وقاه، من استعاذ بالله وقاه. من أعظم الأسباب حماية من الشبهات ومن الشهوات قراءة القرآن وإدمان قراءة كتاب الله جل وعلا، ففيه العلم وفيه الهدى وفيه البركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهذا الكتاب كلما قرأت منه وكلما حفظته وكلما رددته أتتك بركات من عند الله جل وعلا. وكيف وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، فيه العلم، فيه النور. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهذا الكتاب مليء بالعلم، مليء بالحكمة. فعلينا معاشر الإخوان أن ننصت إلى هذا الكتاب، وأن نقرأ في هذا الكتاب، وأن نكثر من الترداد على كتاب الله جل وعلا حتى تنكشف الشبهات، ويكره الإنسان المعاصي. أيها الإخوان، لا يمكن أن تجتمع معصية مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. كتاب الله جل وعلا يزاحمها حتى تنفر، لكن عليك بكتاب الله سبحانه وتعالى سماعا وقراءة وتدبرا بقدر ما تستطيع. من أعظم أسباب دفع الشبهات مجالسة أهل العلم وسماع العلماء الربانيين، سواء كانوا ممن ذهبوا أو من الموجودين الآن في إذاعة القرآن الكريم، في وسائل التواصل، ممن يوثق في علمهم ودينهم، فهذا مما تدفع فيه الشبهات والشهوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله، يدعو الله أن يثبته على دينه. فالدعاء من أعظم أسباب الثبات في أمام الشبهات وأمام الشبهات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. يقول يوسف عليه السلام ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فكثرة الدعاء على الثبات على الدين، على الوفاة على الإسلام، على الصبر، أن يلهم الإنسان صبره، أن يلهمه هداه، أن يلهمه يقينه، هذا من أعظم الأسباب الموجبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم، أن يمنح الجميع الفقه في الدين، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.